سلمان هو المدرب اليوم في البداية مع فريق الشرطة العراقي. الفريق الذي يأتي إلى هذا اللقاء وكل أمل بتحقيق انتصار. تسديدة تأتي إذن والكرة إلى خارج الملعب. ملعوب الكرة إذن وهنا هجمة خطيرة. تسديدة تأتي إلى خارج الملعب. الفترة الماضية حاول كارت موجودة في الفترة الماضية. يعقوب الطاهر يلعبها إذن إلى الأمام في الجهة اليسرى. تلاقي إذن الهجمة تأتي كذلك من فهد العنزي. يحاول المرور عرضية إذن إلى خارج الملعب. تتحول إلى ركلة زاوية. فمرة واحدة دحين فريق الشرطة الذي حقق بطولة الدوري العراقي ثلاثة مرات. كرة إذا لخارج الملعب. تحولت من 53 سنة تقريبا. وفريق الشرطة الذي تأسس في عام 1932 قبل 82 سنة تقريبا. تسديدة قوية إلى خارج الملعب. هنا محاولة سريعة للمرور. شاهد أن الشرطة مستعدة ثلاث مرات. هنا محاولة تسديدة وتقدم حارس المرمى مصعب الكندري. بالنسبة له الكرة توصل إذن إلى الجهة اليمنى. هنا هجمة خطيرة تأتي وخروج موفق من حارس المرمى من جديد مصعب الكندري. تنفيذ الخطأ. الخطأ ينفذ. تسديدة قوية سهلة توصل عن حارس المرمى في الجهة اليمنى باتجاه فهد العنزي في اللقطة الماضية. وهنا محاولة يعقوب الطاهر ويلعبها عالية عرضية سهلة توصل لحارس المرمى. فرص القليلة الموجودة. هنا محاولة في أقصى اليسار إلى أمام تلعب. إذا محاولة خطيرة تأتي وتشتيت إلى خارج الملعب. ملعوبة في أقصى اليمين جاء أمجد خلف. حاولت أمجد المرور. يلعبها إذن إلى زميلة. هنا عرضية تلعب والتصدي يأتي من حارس المرمى مصعب الكندري بشكل ممتاز. صار هنا محاولة وهجمة سريعة تأتي وعرضية اللعب. تمر الأولى والثانية في يد حارس المرمى. أخطر فرصة في المباراة ضاعت من جانب الكويت الكويتي. الأول من جانب فريق الكويت الكويتي عن طريق فهد العنزي. إذا بسم الله نبدأ مع كرة إذن ملعوبة في الجهة اليسرى من ملعب المباراة. توصل الكرة إذن بشكل سريع. هنا محاولة خطيرة لكن الكرة تنقطع. بعد ذلك الهجوم إذا المستمر والمحاولة معها كذلك. العرضية من جديد والتدخل يأتي من حارس المرمى. هنا محاولة توصل إذا بشكل سريع في أقصى اليمين. هنا محاولة إذا للاستحواذ على الكرة إلى خارج الملعب. تحولت في النهاية إلى رمية إلى ركلة مرمى. شاهد اللاعب مجرد السيلفا. كرة ملعوبة عالية في أقصى اليمين. هنا هجمة تأتي وانطلاقة خطيرة. الكرة إلى خارج الملعب. تحولت في النهاية. حسين حاكم إلى أقصى اليسار. وليد علي في الجهة اليسرى من ملعب المباراة. محاولة للمرور والهجمة إذا مستمرة من أقصى اليسار. العرضية تأتي والإبعاد من خلالها كذلك. الأهداف إذن غائبة حتى الآن في هذا اللقاء. لم تأتي الأهداف حتى هذه اللحظة. إذن ملعوبة إذن وهجمة سريعة من جانب الكويت الكويتي. حاليا عرضية ضاعت بهذا الشكل. إذن تضيع المحاولة الماضية. كرة خطيرة كانت موجودة لم تستغل بالشكل الجيد على الإطلاق. رمية التماس. إذن تلعب وهجمة مرتدة سريعة تأتي من الجهة اليسرى من ملعب المباراة. هنا محاولة إذا كانت موجودة
كرة سرعان ما انقطعت والهجمة مستمرة إذن، وتسديد القائم الأيسر يبعد الكرة، القائم الأيسر جول أول في المباراة إذن لصالح الكويت الكويتي. جواد متونام يتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذا اللقاء، أول أهداف المباراة إذن عن طريق جواد نيكونام الدولي الإيراني الذي يتمكن من تسجيل الهدف الأول. وأخيرا لغة الأهداف هي من تتحدث، شاهد الكرة الماضية، المرور الأول والتسديدة التي تصد بالقائم الأيمن وتسديدة من خارج منطقة الجزاء إلى الشباك في مرمى محمد قاصد. لاحظ الانطلاق الماضية التي كانت من جانب اللاعب روجيرو دا سيلفا، والاستئناف يأتي بالقدم اليمنى مباشرة إلى الشباك، ومعها يأتي أول أهداف هذا اللقاء. لدينا هدف إذن دون رد، وهنا محاولة أخرى تأتي خطيرة وتسديدة تأتي إلى خارج الملعب. كرة خطيرة أتت من صانع الهدف الأول روجيرو دا سيلفا. روجيرو دا سيلفا إذن كما نشاهد في اللقطة الماضية، ومهدي كريم طبعا في منتصف الملعب. توصل الكرة إذن بشكل سريع في أقصى اليسار وصافرة إذن، وخطأ يحتسب لمصلحة فريق الشرطة إذن بعد سقوط لاعب كريستيانو دا سيلفا، أو الأخيرة التي أقيمت أخطاء 11 الكويت الكويتي 9 فريق الشرطة. الخطأ ينفذ ملعوبة قوية، الكرة سهلة في أحضان حارس المرمى مصعب الكندري. الكرة حاليا ملعوبة الكرة عالية إلى الأمام، هنا محاولة خروج إذن سريع، والمحاولة مستمرة خطيرة عالية اللعب إلى خارج الملعب. تسديدة من خارج منطقة الجزاء من جانب فهد العنزي، حول الكرة إذن بشكل سريع في أقصى اليسار، هنا هجمة إذا من جانب الفريق العراقي تأتي. طبعا تسديدة قوية وتصدي ممتاز من حارس المرمى، الكرة تصطدم بالأرض، تغير اتجاهها لكنها تصل إلى حارس المرمى. هنا هجمة إذا تأتي من جانب فريق الشرطة، محاولة المرور هو الاختراق، محاولة التسديد، كرة تنقطع، تحول عرضية إذا عالية جدا، تفلت الأولى من يد الحارس، تسديدة الثانية إلى خارج الملعب. شاهد وتابع الكرة الماضية التي كانت لأن ينتصر ويتأهل إلى الدور القادم. سقوط إذن على أرض الملعب وخطأ، الخطأ إذن يحتسب. شاهد من جديد الخطأ الماضي الذي كان، وفهد العنزي في الدخول الكويتي. الخطأ إذن ينفذ، ملعوبة رأسية خطيرة، التصدي في الجهة اليمنى، قصي منير يلعبها إلى الأمام في الجهة اليمنى، محاولة إذا سريع المرور من أمجد خلف، التمريرة أمجد خلف مع الكرة حاليا خطيرة، والتصدي الأول والمحاولة الثانية خطيرة، التشتيت والاحتكاك والكرة تضيع بعد ذلك. نفذ بشكل سريع، هنا محاولة من أقصى اليمين تأتي، محاولة المرور من أمجد خلف، الكرة تنقطع إلى الأمام يلعبها حسين عبد الواحد، محاولة المرور تشتيت يأتي كذلك، هنا محاولة سقوط على أرض الملعب وخطأ، خطأ إذن يحتسب لمصلحة فريق الشرطة. ضرغام إذن يستعد، الخطأ إذن في انتظار تنفيذ، مصعب الكندري يستعد، الخطأ ينفذ ملعوبة عالية، التشتيت يأتي بعد ذلك. مباراة أمر باستئناف اللعب، تلعب في أقصى اليمين، هنا محاولة خطيرة والسقوط يأتي بعدها، فرصة تسجيل هدف المباراة الثاني تضيع في النهاية عصام جمعة في اللقطة الماضية.
وفرصة خطيرة لتسجيل ثاني أهداف اللقاء. تضيع هنا محاولة أخرى، تشتيت إذن سريع والكرة إلى الجهة اليمنى ما تطلع، تبقى إذن في المباراة. توصل الكرة إذن في داخل منطقة الجزاء، تسديدة سهلة عن حارس المرمى، وإلا لكانت قد كرة في أقصى اليسار. وهنا إذن الأعزاء مشاهدي قناة سبورت الرياضية، يطلق الحكم نهاية المباراة بفوز فريق الكويت الكويتي بهدف دون رد، ليتأهل بذلك على حساب الشرطة العراقية.